لا السلام عليكم اخويا، انا كنت خدام في واحد الشركه في تملل في الحي الصناعي، خدام فيها من في 2011. كنت خدام فيها 2015، يلا تزوجت بواحد شهر ولا شهر ونص باش تزوجت. مشيت تزوجت، خرجت عطوني واحد 10 ايام تاع الزواج، ديتها عندهم كيما دايره بين الزواج. مشيت درت ديك 10 ايام، تنتفاجئ ملي رجعت، كي رجعت للخدمه النهار الاول وديك الساعات بقات العيد تاع رمضان، ما عادش يومين بقات العيد، عطوني الطرد. عيطوا لي قالوا لي جي راه تكلم في الاداره، طلعت الاداره نتفاجئ بان عطوني الطرد، جابوا لي عون قضائي صافي عطوني الطرد. شديت داك الطرد في حالاتي، مشيت خرجت تالف معايا الله، تزوجت بشهر باش نتزوج، تالف ومن المدرسه اللوزين واحد الحاله لا يرد عليها. صافي تلفت ما لقيت ما ندير، بقيت تنعاني لحد الان ولا تنعاني. صافي مشيت شحال تقريبا خدام معاهم دابا شحال هادي تنعاني؟ شي 5 سنين تقريبا باش نطرد. مشيت اسيدي دفعت الدوسي ديالي للمحكمه، مشيت للمحكمه في الابتدائيه، حكمت لي ببطاقه الشغل، استانفت الحكم. المحكمه اللي استنفتها هي خلات لي الحكم نفس الحكم بطاقه الشغل. وحنا سيدي تنخدموا العام كامل، حنا خدامين تنجلسوا، عندنا شهر تاع الكونجي في العام تيقسموا علينا على 15 يوم 15 يوم، واحد في شهر واحد ولا اخر شهر 8. يعني مشينا هما الناس اللي تيجي تيشهدوا فينا تيقول لك اودي راه تخدموا عامين موسمي، حنا تنخدموا العام كامل يعني. ومشينا جبنا لهم الاوراق من لاكيس المنظمه الاجتماعيه، بان لاكيس الاوراق بان السيد راه تيخدم العام كامل ماشي انا ولا، وانا اول واحد طرق في ديك الشركه، اول واحد بداو هو انا طرق. شحال وصلتوا دابا من واحد؟ دابا راه شي 120 تقريبا وصلوا ما بين العيالات والرجاله، شي 120 واحد. تكرسوا علينا خويا الله يحفظهم الحق، تعداو علينا. وي شنو باش حكموا عليك؟ حكموا لي بطاقة الشغل، اش ندير انا بطاقة الشغل؟ واش بطاقة الشغل اش ندير بها انا بطاقة الشغل؟ انا خدام معاهم 5 سنين وصرف، انا خدام معاهم حاكمين لي بطاقة الشغل. ملي مشيت للاستئناف تا هو نفس الحكم بطاقة الشغل، ورا بطاقة الشغل عندنا حنا فاش خدامين في الجزائر عاطينا بطاقة الشغل ديالنا، بان راه تخدم في الجزائر اش بينا نديرو بطاقة الشغل عاطيناهم؟ اش غادي نديرو بشهادة العمل؟ شهادة العمل اللي عطاونا اش غادي نديرو بها؟ صافي من ديك الساعة حنا تنعاني، الله يعطيهم الحق. هادشي اللي غادي نقول الله يعطيهم الحق، تعداو علينا الله يعم ربي تعدى عليهم. الاسم ديالي مروان، كنت خدام في واحد الشركة في فيت ملول الحي الصناعي مع واحد الكاوري. واحد النهار مع ديك العشرة ديال الصباح جا عندي واحد الشاف ديال الشركة، قال لي ودي تكلم الإدارة. تكلم الإدارة جلسة استماع، عطاني قال لي ودي كدير الصداع هكا؟ قلت له ودي لا ما كنديرش صداع. قال لي صافي اجي تسني على واحد المحاضرة تما. قلت له ودي خاصني نعرف علاش كنسني. قال لي سني هنا. قلت له ودي ما غاديش نسني. صافي قال لي لا صافي سير هبط الخدمة ديالك. هبط الجوج جاني عون قضائي جاب لي الورقة ديال الطرد. عطاني الورقة ديال الطرد صافي زدت في حالي، ما عرفت من ندير انا، ماشي غير انا وشي اصدقاء ديالي راه ما كاينش دابا هنا. ملي شدينا ديك الورقة ما عرفت من ندير، 3 ايام باقي رمضان ولا يومين تقريبا اللي بقات رمضان. صافي زدنا مشينا عند مفتي الشغل، عطانا واحد لقينا اصلا الدوسي ديالنا كاين عند مفتي الشغل. الدوسي ديالنا فاش مشينا عند مفتي الشغل لقيناه كاين عند مفتي الشغل. مع وصلنا عنده قال لي بحال السمية ديالي انا وديال الاصدقاء اللي هنا، قال لي حتى هو فلان فلان. قلت ليه هي، قال لي ناجي. صافي عمر لينا واحد جوج دقائق ولا ما كايناش. صافي عطانا ديك الورقة ديالنا، صافي زدنا بحالنا. هاد السيد اش كيدير؟ اول ما كيطرد عليك كيعطيك الطرد، انت كتخدم الكنزه كامله 15 يوم كيجري عليك في لفان ديال الكنزه، يعني الفلوس ديك ديال الكنزه كتبقى عنده، ما كيعطيك ما كيخلصك لا في كونجي لا في حتى شي حاجه، الكنزه كتبقى عنده. صافي كيعطيك الطرد ديالك كتزيد بحال. مشينا دفعنا هذاك الشيء للمحكمه، والو حكمت لينا ببطاقه الشغل. هذيك بطاقه الشغل ما عرفناش اش غنديروا بها، استينا في واش بطاقة الشغل ولا شهادة العمل؟ شهادة عمل بأن هاد السيدة كنتي خدام عندنا، بحال كتعترف لك الشركة يا سيدة كنتي خدام عندنا. ومن بعد؟ وأنا عندي أوراق زعما كتثبت بأنني خدام تما والعام كامل، عندي داك الرولي ديال لاكيس، جيتو من لاكيس بأنني فعلا العام كامل كنخدم، وعندي واحد الكريدي كنت شادو من الشركة حتى هو كيثبت بأنني عطاتني مشيت للشركة واحد الشركه واحد البنك، شديت من عندها واحد الورقه ديال الكريدي بانني واحد الرولي بانني كنت خدام، بانني كنت كدير لي قطاعات، زعما حيت الفلوس كانت كدوز لي للبنكه
والشركه هذيك الشركه البنكه كانت كتقطع عليا، يعني كل 15 يوم كتقطع عليا اقتطاعات كامل تقريبا شي فايت عام ونص، وهي كتقطع عليا تما مشيت دفعتهم للمحكمه وعندي الشهود. هذوك الناس كيجيبوا غير واحد الشهود كيشهدوا بالزور، لا حول ولا قوه الا بالله، كيشهدوا بالزور فقط. كيجيو كاين السيد اللي كيجي هو والزوجه ديالو، والله القاسم اللي كيجي هو والزوجه ديالو كيجيو هما كيشهدوا فينا بحال هكا، وزعما ماشي مصرفين هاد الناس العار ولا شي حاجه، يعني بحال خوت كنا في الشركة. واش هما خايفين؟ الله اعلم هاد الناس. وكنطلبوا من القضاء يعود الملف في هاد القضيه هذه يشوف من حالنا. والله العظيم الا باقي دابا حاليا كنعانيو، انا نيت ما السكنه شاده مع واحد النسيب، عطيني واحد السكنه على قد الحال جالس فيها، حيت مع طردوني مع مول الكرايات اللي ما غتخلصوش راه غادي تخرج في حالات. صافي مول الدار قالت لي صافي ود الناس ما عرفت واش تخلص، صافي خرج بحالي. النسيب عطاني واحد السكينه على قد الحال دابا ساكن فيها، وكنطلبوا من جلاله الملك من هذا المنبر هذا والسلطه تعاود النظر في هذا الملف هذا، اللي حنا تضررنا ما عرفناش علاش تحكم علينا بهذا الدواء، وحنا عندنا ادله بان هذوك الناس ما عندهمش، هذيك صاحب الشركه عنده غير هذوك الناس الشهود فقط اللي جاوا مشهدوا الناس عليهم بالضبط. واش انا جي انا وشي اصدقاء تقريبا شي خمسه د الناس، لا ماشي اللي تطرنا في الشركه كامله، اللي تطرنا تقريبا شي 120 ولا 140 تقريبا اللي دابا حنا نطول، غير اللي هما كيطلبوا مجموعات كل مره كيصيفطوا خمسه سته ثمانيه 10. المهم هذا كيجي نهار الجمعه المسؤول ديال الشركه الكبير الاول، كيجي نهار الجمعه يقدر لابس فوقيه ومبدل الحويجات ديالو، يقدر يجري على جوج الناس ثلاثه ويزيد في حالات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.